السلام عليكم، عيد مبارك سعيد المغاربة الجزائريين والتوانسة. ندخلوا في الموضوع ديريكت. هاد الفيديو هذا كنديرو على هذاك الوليد اللي عنده 17 اللي قتلوه في باري، نائل الله يرحمه ويوسع عليه في هاد العواشر. اللي بغيت نقول لكم انا بنت ليا واحد الكومبا، واحد لاغير ما بين لي جين وما بين لارمي فرونسيز. الحاجه اللي عجبتني في هذه اللحظه هذه ما بقاش الفتنه، كتشوف لي جين ماروكان مخلطه مع لي جين انجيريان، مخلطه مع لي جين تونيزيان، مخلطه شويه مع لي افريكان، داروا جروب بالدرابوات، درابوات ديال الجيري وديال سلامة، قتلوهم نقسم لك بالله العلي العظيم. حطوا لي زارم، فرنسا حطت لي زارم، باسكو الشعب الجزائري قوي، مي كيتلاقى مع الشعب المغربي كيطلق لك واحد الطاجين مقود، طاجين مقود بالبرقوق اكومبل، وعاجد عليه تونس. راه احماق وحطوا لي زارم. وتخيلوا معايا دابا نتوما كون جا العسكر ديال الجزائر وهجم عليهم، نقسم لك بالله العلي العظيم بحال شي ضبابة دازت، راه ما يخليو فيهم والو، باسكو لارمي انجيريان مقودين، باسكو عارفين شنو صرا لهم معاهم وما كينساوش، هما على السبة يتورك على البطونات تلقى بنادم بحال سيبرمان واقف حداك، فهمتوني؟ دابا مع لي جون ما قدروا ليهمش، وبغيتو تداوزو مع الجيري كامل واش نتوما براد، ما تقدروش والله ما تقدرو. شوف اي مع لي جون ما قدرتو ليهمش، وبالي واحد الحب زوين ما بين لي جون مغاربه والجزائر والتوانسه والزافريكان، بقى فيهم النيف علاش قتلتو هذاك الانسان وما دار والو، فهمتيني؟ و عرفتي باش تدخل انت للكوميساريه وتشعل الكوميساريه كامله كومبلي، العافيه نايضه، ما بقاش كوميساري صافي، ولا تتقبه وكحله لي تخاموي كلشي محروق، طوبيسات لوي فيتون غوتشي كلشي محروق، هجموا عليهم فهمتيني، هجموا عليهم. تما بان ليا كاين حب ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي.